عايزين نتكلم النهاردة عن الوضع المجتمعي اللي احنا فيه وتأثيره على الوضع النفسي بتاع كل حد فينا من الأطفال والمراهقين والكبار. هنتكلم النهاردة عن الكورونا وقعدتنا في البيت والحظر اللي احنا فيه وقد ايه ده ليه تأثير نفسي علينا كلنا وتأثير نفسي بالذات على الأطفال، لأنه فجأة احنا لقينا الأطفال ما بيروحوش المدارس، مش بيروحوا الحضانات بتاعتهم، فده ابتدى يعمل عندهم نوع من أنواع الطاقة المدفونة أو الكبت النفسي. في أطفال كتيرة جدا بتتعرض وبنشوفها بتتعرض للاكتئاب في الفترة دي، بتتعرض للقلق والتوتر. في أطفال بيبقى عندهم أمراض نفسية معينة زي فرط الحركة وتشتت الانتباه، دول برضو محتاجين ان احنا نعرف نتعامل معاهم ازاي. الاول هننقل المسج ازاي لولادنا، او ان احنا نقول لهم ان انتوا قاعدين محبوسين في البيت لمدة 24 ساعة ومش هينفع تنزلوا غير في أوقات معينة وأيام معينة أو تواريخ معينة أو أيام معينة بمعنى أصح. يعني لازم وأنا بنقل المسج لابني أو بنتي أكون بنقلها بطريقة مقنعة، بكون بنقلها بطريقة مش وأنا متضايقة أو وأنا مهمومة أو إن أنا زعلانة، لازم شوية يبقى عندي قدر من الإيجابية وأنا بنقله الرسالة دي، لأن أنا لو ابني شاف إن أنا قلقانة هو هيقلق لأن أنا المراية بتاعت ابني أو بنتي. مهم جدا ان انا انقل بطريقة ايجابية، او احاول اقول ان في مشكلة صحية موجودة، في ميكروب معين في الجو، فلو احنا خرجنا للميكروب ده هيبدأ ان هو يعدينا. والميكروب ده في كتير قوي بنقول الاطفال كده وجربناها انه الميكروب ده هو هينتصر علينا، فاحنا عايزين احنا اللي نجلبه او احنا اللي ننتصر عليه. فعشان نعمل ده محتاجين ان احنا نقعد فترة في البيت نقوي المناعة بتاعتنا ونعمل شوية أنشطة وشوية حاجات في البيت تقوينا ان احنا نعرف نتغلب على المشكلة دي. فده بطريقة بسيطة لو انا بكلم طفل عنده 5-6 سنين او اقل من 10 سنين، لكن انا لو بكلم طفل اكتر من 10 سنين او لو بكلم اقل من سن المراهقة فيما يدور حوالين سن المراهقة، طبعا طريقة التعامل مش هتبقى خدق خالص. لكن مهم جدا ان انا اطمن ابني او بنتي وابقى انا مطمنة طول ما انا كأم او كبيرنت او كأب بعمل الاحتياطات او التوصيات اللي منظمة الصحة العالمية بتقول عليها، فابقى مطمنة ان شاء الله مش هيجي اي عدوى او اي انفكشن. وبالتالي اما هنقل الرسالة دي لابني ده كده هو هيبقى مطمن او عنده خلفية ان الموضوع على قد ما هو كبير، على قد ما الحبسة اللي انت قاعد فيها دي مضايقاك، بس على قد ما هيبقى فيه نتيجة كويسة. مهم جدا ان احنا نعمل جدول لاولادنا ان هم نحدد لهم في حاجات، يعني هم مش اطفال قاعدين في البيت بياكلوا وبيشربوا وبيناموا وبيتفرجوا على التلفزيون. مهم جدا ان احنا نعمل عمليه جدوله لليوم او سكيدجولينج للاكتيفيتيز او للحاجات اللي هم المفروض يعملوها، زي وقت معين للصحيان، وقت معين للقرايه، وقت معين لممارسه بعض التمارين الرياضيه، وقت معين لو في اطفال بتمارس يوجا او حاجات زي كده، بعض الأوقات لأن احنا هنقعد على الغداء أو هنقعد على العشاء أو يبقى في تجمعات عائلية أو نلعب لعبة كلنا مع بعض. بحاول دايما أن أبص على الجزء الإيجابي بتاع الموضوع، أنه على قد ما احنا قاعدين في البيت على قد ما دي فرصة هايلة أن احنا نعيد العلاقات تاني بتاعة حياتنا، أن احنا ننظم علاقتنا بنفسنا، نمسك ورقة وقلم ونشوف احنا محتاجين ايه من نفسنا، احنا احتياجاتنا ايه، احنا عايزين نصحح ايه من نفسنا، نغير ايه، علاقتي بنفسي اخبارها ايه، علاقتي بجاري اللي قدامي، علاقتي بامي بابويا بولادي. احيانا الشغل اما بنبقى كتير قوي وبنشتغل 24 ساعة في اليوم كلنا انا وحضرتك واي حد، بننسى احيانا بعض الترابطات الانسانية او بعض العلاقات الانسانية اللي بتبقى موجودة ما بين البشر، بنفقد جودة العلاقة الانسانية. فأنا شايفة أن دي فترة كويسة جدا أن احنا نبدأ أن احنا نرتب علاقاتنا الاجتماعية، نشوف مين اللي ما كناش بنسأل عليه ونسأل عليه، مين المهم في حياتنا كان موجود وما بقاش موجود. يعني هي فترة هايلة لإعادة تصليح العلاقات الاجتماعية ما بين الناس، لإعادة تصليح نفسك وترتيب دولاب نفسك من أول وجديد. أنا بسميها ترتيب الدولاب لأن كل واحد فينا عبارة عن دولاب منعكش وفي أرفف، وأحيانا الوقت بوقت الحياة أو دائرة الحياة بتبقى بيزي جدا، يعني شو بيزي مشغولة جدا ان انت تقعد ترتب حياتك واولوياتك واهدافك
في اليوم او خطتك في يومك او خطتك في حياتك عبارة عن ايه. فبالرغم من ان احنا عندنا كرايسز او ازمة مجتمعية او عالمية اسمها كورونا، فعلى قد ما ده خلانا شوية نبص من الناحية الايجابية بتاعة الموضوع، ان احنا نحاول ندور على الايجابي في الموضوع. لو احنا بقينا ايجابيين الى حد ما هنعرف ننقل لولادنا رسالة ايجابية، لكن لو انا ام قلقة وطبيعي ان يبقى في بعض القلق، لان القلق الايجابي هو اللي بيحركنا. لكن لو انا النهارده ام او اب عندي قلق شديد جدا جدا جدا، مش هعرف انقل اي رساله لابني او بنتي. اللي هنقله له قلق، القلق ده سم في المخ، هنقله توتر، هنقله اكتئاب.